يا خالي رن الجرس رن الجرس يا خالي ما بردش على التليفون يا رب يا رب استر فيه يا خالي يوم ميلادي يوم ميلادي كان يوم مش عادي يوم مامي ندهت على دادي وقالت له أنا بولد يا عبد الهادي صدق يا خالي وغير ما تزعل انت عيل ايه الحركات دي احترم نفسك يا ولد انت انا النهارده عيد ميلادي يعني ينفع اقضيه لوحدي يعني ينفع يا قمر انت لا طبعا ما ينفعش ايوه بس مش بالطريقه دي يا خالي انت سايبتي ركبي وجايبني على ولد حتى من ساعه ما المدموزيل الجميله دي وصلت مصر وانت مديني البومبه الكبيره ربنا يخليكم لبعض يا انكل الله يخليكي بقول لك ايه نعم. يا عبدول نعم يا خال يا خلبوس انت نعم انزل جيب لنا تورتايه و40 حته جاتوه بتحب نوع معين لا ميرسي يا انكل انا مش باكل حلويات خالص خلاص بلاش 40 يبقى 39 سنه حلوه يا جميل سنه حلوه يا جميل سنة حلوة يا خالي سنة حلوة يا جميل يا سلام ايه ده كله حسيتي حركة شفتها في مشهد ابيض واسود قديم كده كان بتاع مريم فخر الدين ورشدي اباظة بس انا مش مريم فخر الدين يعني لا انا بتكلم عن نفسي انا يعني ميرسي جدا يا عادل على اليوم الجميل ده انا حبيت خيرك قوي ربنا يخليه لك بس وقع قلبي ابن اللذينه اصل هو عيان عنده السكر والقلب والضغط اكيد بسبب وزنه هو مفكرش يخس خالص مهمل تصبح على خير انت منال دينا ممكن اسالك سؤال اتفضل هو انا عادي يعني افضل تخين كده ولا تفتكر ان انا لازم اخس بابايا الله يرحمه كان دايما يقول لي بصي على نفسك في المرايه لو لقيتي نفسك واثقة من نفسك وراضي عن شكلك الناس كلها هتبصلك بإعجاب من الآخر يعني عادل لو عايز تخس خس لنفسك لو مش عايز برضو لنفسك المهم ما يكونش فيه من ورا التخن ده أي ضرر لصحتك تصبح على خير سؤال بس دينا سؤال تاني معلش يعني انت كبنت وكده مثلا جالك حد زي خالي كده برضو مدور شويه انت ايه ممكن تفكري ازاي في الموضوع ده والله لو عجبتني شخصيته مش هسيبه الا لما يخس الحقيقه هو نص الجمله الاولانيه هو اللي حلو اللي هو ايه مش هسيبه دي هي جمله ما بتتقسمش عادي مش هسيبه الا لما يخس مش هسيبه الله معاك في السينما قلتي ان الراجل اللي هو من غير كرش ما يسواش قرش اشمعنى ده مثل كده كان دايما بابايا بيقول انت كنت بكرش كان بيقولوا كده وهو متعصب ولا انت عايزني انا بقى اتعصب واقعد بقى شفيق وزهير لا 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 خلاص انا اسف عموما انت حمستيني قوي 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 على موضوع الخساسان ده وعملتي فيها طاقه انت هتشوفي انسان جديد ومن دلوقتي حالا بجد يا ريت بجد تصبح على خير مش عايز تسالي اي اسئله ثانيه انا اللي اسالها احنا عاملين مسقعه باللحمه المفرومه فوق فظيعه تيجي تتعشى معانا طبعا انت بتهزري طب استني اقفل العربيه بالنسبه للانسان الجديد اللي كان لسه بيكلمني دلوقتي انسان جديد مين انت مش كنت دلوقتي بتقولي ده انا كنت بمتحنك والله كنت بمتحنك بشوفك يعني حتى ماشي خلي بالك انا مركزه تسرح على وانت من اهل وانت من اهل وانت من اهل وانت من اهل مش هسيبه لما يخس مش هسيبه دي انا يعني واضحه يعني واضحه جدا مش هسيبه له انا مش هسيبك يعني حس بيا حس بيك ربنا يا ابني هو انا الوحيد اللي بحس بيك احنا اتخيل زي بعض لازم نحس ببعض بتقولها في وشي كمان ماشي عشان انا مبسوط بس استنى ياسك يا سيدي ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ابسط يا عم حاول تخس على فكره التخن ده مش كويس ايوه
لا مش معقول. ايه ده؟ أعزاء، ما هو الحب؟ الحب استقلال طبعا، علاقة بين اتنين وبس، اكس وواي، يعني مفيش حد في النص. بملكه يملكني بس ما يخنقنيش، انا بس اللي اخنقه. لازم احس ان انا في حياته رقم واحد. الحب بالنسبة لي ضعف وانا مش ضعيفة، بس اللي زيي بيبقى من جواه ارق بكتير من اللي الناس شايفاه، وبحتاج حبيبي قوي، بس بخاف من ضعف الحب. احلى حاجه في الحب نعومته وحبيبتك وهي جنبك وعينيها بتقولك عايزاك وما تبعدش عنها. احلى حاجه في الحب التهور، لما تحس بهبوط حاد في الدوره الدمويه واشعاره في كل جسمك، وتحس كده ان قلبك بيسقف اول ما بيتعمل لك اد على الفيسبوك. بتبقى لحظه غريبه الزمن بيوقف عندها. الحب عندي انها ما تنتقدنيش وتسيبني احبها بطريقتي، وتسمع كلام ماما وتسمع كلام خالتي. ماما وخالتي، ماما وخالتي. بس 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 الحب بالنسبه لي ان اللي بحبه احس اني مطمنه وانا معاه، ووقت ما بحتاج له بلاقيه. عايزه احس انه ابويا وابني وجوزي وصاحبي في نفس الوقت، كلها حاجات متلخبطه من واحده متلخبطه. كل الناس ممكن تختلف على ايه هي احلى حاجه في الحب، مستحيل تلاقي حد رأيه زي التاني، لكن اللي أنا متأكد إنهم هيتفقوا عليه إن أحلى حاجة في الحب لما تحس إنك بتتحب. ايه يا جماعه ده احنا لسه كنا عند الدكتور فوق دلوقتي. ايه ده؟ ايه يا مودي ده؟ يا مودي ده اتبقى يا رب خلينا نحط طعم اللقمه. مش فاهم، الدكتور كاتب لنا على اكل اهو. شبعش ايه يا عم؟ اهو مسلوق وسوتيه وزبادي. لا لا لا، ما ينفعش كده، ما ينفع. انت يا عم، انت يا عم، انت ما لقيتش غير قدام الدكتور وتفتح. الله، بقول لك ايه، اطهر من هنا ولا دب السكينه دي في كرشك. خلاص يا عم، خلاص يا عم، خلاص. مفيش اراده، مفيش اراده.